بيحاول الآن بكل هودة باش يوصل إلى شباك الفريق المنافس، لكن ثم بعض أخطاء خصوصا على مستوى الميدان وخصوصا بالنسبة للتمريرات اللي مخطئة للخصم. نوانيري يحاول مع أحمد مجاهد ويرجع محمد الختم يوزع والحارس فرصة كبيرة ياسر وتسجل هدف، فرصة كبيرة ياسر وغلطة لفائدة الفريق الهلال السوداني، ويتمكن هيثم طنبل من تسجيل عن طريق بواسطة هجومات وعكسة. هذا هيثم طنبل اللي كنا نبهنا عليه، وشوفوا محمد ختم يفك الكرة ويجي من الخلف ويوزع في طبق الحارس، ما خرجش عليها حمدي القصراوي ويكون الهدف. والجماهير الترجي التونسي ما زالت تواصل املا في عوده الترجي الرياضي التونسي، وفرحه كبرى لهيثم طنبل كان في ربع ساعه لعب والنتيجه تتغير مع الملاحظه، وانه شوفوا انتم الرقم اربعه هو دخل منذ قليل مكان شكون؟ مكان حارس مكان مهاجم وهو جودوين يعتبر خطير، ولانه بالنسبه لوحيد الحدوسي يعرف معرفه جيدا الترجي الرياضي التونسي، ولانه اللي كان خرج هو جبريل علاء الدين جبريل كان يشغل خطه ظهير ايسر، يعرف قوه الترجي الرياضي التونسي على الرواق الايمن اللي فيه المالكي ويكن، خرج مهاجم ضحى به واعطاه ودخل ظهير ايسر حتى ما يخليش الترجي الرياضي التونسي يدومات. واحمد مجاهد ولكن ترجع من الدفاع ويخرج نوانيري بعد هذه الكره ويتعكس الهجوم لفريق الترجي الرياضي التونسي. توصل الكره الى سلام القزاوي ياسر وتوصل فيها فرصه للترجي الرياضي التونسي والحارس والهدف لا ماركينوس حقيقه ما عندوش حظ، هذا اللاعب تصطدم بالعارضة على اثر هجوم خطير وسريع جدا للترجي الرياضي التونسي، وكما كرة كان هذه صعيب ياسر باش تضيع وفي النهايه ضاعت. جوهر المناري غير كليا وتوصل الى عصام جمعه يصوب وتصطدم في احد المدافعين وتخرج ركنيه لفريق الترجي الرياضي التونسي. تقريبا 68 دقيقه لعب والنتيجه الى حد الان هدف لصفر لفريق الهلال السوداني. عصام جمعه يحاول يراوغ عصام جمعه والهدف هدف التعادل من كمال قايم على ما يبدو، هدف التعادل كان مباغت في الدقيقه اذا 68 تتغير النتيجه وتصبح هدف لهدف كمال زعيم مباغته كما قلت. اشوف عصام جمعه وكمال زعيم يدور حول نفسه ويسجل الهدف التعادل من 68 دقيقة لعب. كمال زعيم يغير النتيجة وتصبح هدف لهدف. نذكركم وأن الترجي الرياضي التونسي تبقى من الوقت الأصلي للمباراة تقريبا واحد ونص، والهدف الثاني معين شعباني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني على أثر توزيعه من مراد المالكي من الناحية اليمنى. مراد المالكي ينظر ويوزع ويتمكن بتصويبه رأسية معين الشعباني قائد الفريق في إسكانها في زاوية كانت مستحيلة على حارس المرمى أبو بكر شريف اللي كان متميز في خلال منذ بداية المباراة. وشفتوا هاي الإعادة بالصور البطيئة وتصبح النتيجة هدفين لهدف. إذن ربع ساعة لعب ما زالت وصلنا على نهاية المباراة. هل الترجي في هذه ربع ساعة بإمكانه مع تشجيع الجماهير الغفيرة الوفية لتساندو من قلب الاوضاع والعوده ايدوريزي الان في هجوم عاكس ايدوريزي يوزع ومع ذلك ثم فرصه للترجي الرياضي التونسي ولكن التصويبه نتاع عصام الجمعه كانت عاليه علما وانه ثم كان تغيير منذ قليل بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. ثم تغيير امين الطيف ودخل ومعين الشعباني اصبح قلب هجوم نعرفوه يحظى قرين لانه نعرفوا 3-1 غير كافيه. ترجع الكره لفريق الترجي الرياضي التونسي سيره وتصويبه والحارس وفرصه والهدف الثالث ممتازه جدا من ايدوريزي يتمكن في الدقيقه 76 من تسجيل الهدف الثالث، ولكن للاسف الشديد هذا الهدف الى حد الان غير كافٍ
لترشح الترجي هذا التونسي، نعرف على مستوى تدارك الامور 3 أهداف مقابل 3 أهداف، لكن للاسف الهدف اللي قبله ترجي الرياضي التونسي مع مطلع الشوط الثاني الى حد الان كلفه غالي، ولكن الامل كما قلت منذ قليل في كرة القدم دائما وابدا قائم، وما دام ثم لاعب وما دام الحكم ما يطلقش الصفرة بتاعه مازال كل شيء ممكن. وتعبيرا بطريقته الخاصة ايدوريزي اللي اعطاه انتعاشة الى جانب عصام جمعة من الجهة اليسرى، ايدوريزي ما يخليش الفرصة تمر دون تسليمها، واكيد كذلك بالنسبه الى الترجي الرياضي التونسي يكون عنده دفع معنوي كبير وكبير جدا. هلال السوداني وكمال زعيم في تنفيذ هذه المخالفه، فريق السودان السوداني، وفرصه والهدف الرابع، الهدف الرابع لفائده الترجي الرياضي التونسي، الهدف الرابع، هدف الترشح، هدف الترشح يتسجل على اثر مخالفه، واللي تولى تنفيذها هو كمال زعيم. اكيد وانه امام هذا الهدف يعبر عن فرحه كبرى، الهدف الرابع في الترجي الرياضي التونسي وفرحه لا توصف بالنسبه للاعبين. ومعين الشعباني يتمكن مرة أخرى من تحقيق الثنائية، هدف ثمين وثمين جدا لفائدة الترجي الرياضي التونسي في هذه المقابلة، وكل اللاعبين أظهروا وأبرزوا شخصية قوية في العودة، خصوصا وأنه كان منهزم وخلال بداية الشوط الثاني بالهدف، نعرف مثل هذا الهدف بنقطة دارجة يحش كاين، ولكن الترجي الرياضي التونسي وجد في خدمة لاعبيه وفي إصرارهم وحب القميص والدفاع عن كرة القدم التونسية باعتبارها ممثلين لها إلى جانب النجم الرياضي الساحلي، وجد القوة الكافية للعودة من بعيد إلى في هذه المباراة. وتحية إعجاب كذلك إلى الجماهير الوفية، إعادة أمامكم شوفوا بالتماع رأسية فيها إصرار كبير وحب للانتصار، هذه هي الغريزه الكبرى للاعبين، ومش يم اللاعبين الكبار اللي عندهم شخصيه كبرى، ويجهش بالبكاء ويجهش بالبكاء وعين الشعراني تعبير عن هذه الفرحه. وكما شفنا من الاول كمال زعيم يتبادل العناق معه، اكيد كان مستغرب لانه حاجه في من اغرب تجم يكون الخيال، 4 أهداف شيء نجم نقوله ما هوش دائما ابدا يحدث، والعودة في هذه المباراة، والترجي يبقى دائما دائما وابدا ذلك الفريق القوي اللي نعتز به. الى ترشح الترجي ترشح مستقبل هذه المنصة في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ونقول بالنسبة لشبيبة القيروان كذلك لابد من توجيه لها تحية تقدير لأنها انتصرت 3-2، ما كانش التفوق بتاعها واضح، وهي المنتمية إلى الدرجة الثانية وشرفت كرة القدم التونسية في لقاء العودة، ونتمنى لها حظ أوفر. والهدف الخامس أمين التيفي، هذا هو هدف الأمان والإطمئنان بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي، الهدف الخامس، وحسم الأمر الآن، ويمكن القول وحصل ما في الصدور وقضي الامر بهذا الهدف الخامس من جانب الترجي الرياضي التونسي. امين الكيفي يحقق هدف الاطمئنان، هدف الامان بالنسبه الى الترجي الرياضي التونسي، وادركنا واجتزنا ال5 دقائق. شوفوا بالنسبه للقزاوي عمل كبير وكبير جدا يعرض على الجميع ويواصل وتجي الكره وحب بنقطه فنيه بالقدم، ولكن تعود للامين التيفي من جديد ويسجل الهدف الخامس. كما تلاحظوا بالنسبه الى التغييرات وما يعبر عليه الكوتشينج بتاع الاطار الفني الثنائي التونسي، كل من لطفي جباره والعربي اعطى النتائج بتاعه خلال الشوط الثاني، واللاعبين اللي دخلوا كيما ايدوزي وامين التيفي حققوا الاهداف اللي مكنت الترجي الرياضي التونسي من العوده من بعيد والترشح، ونحن خصوصا في هذا الوقت نعيش